المسلم. لذلك ارتئينا أن يكون ضيفا علينا جناب الشيخ الأستاذ الدكتور هان السعدي، الذي دائما ما يتحفنا بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ومن على هذه الشاشة المباركة. فأهلا وسهلا بك جناب الشيخ، وأنت ضيف على قناة صلاح الدين، بل وأنت من أهل قناة صلاح الدين، فمرحبا بكم. مرحبا بك دكتور خميس، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمين يا رب العالمين. سوية إن شاء الله، وأن يحشر الله تعالى مع الحبيب المصطفى. جناب الشيخ، دم المسلم ليس بالهين، والآن نحن في زمن قد كثرت فيه الفتن والمحن والبلوى والقاتل والمقتول، حتى أن حديث المصطفى بالمعنى عليه الصلاة والسلام لا يعرف القاتل لما قتل ولا يعرف المقتول لما قتل. فنحن نعيش في فوضى في هذه الأزمان، فماذا يقول جنابكم وأنت اختصاص في الشريعة الإسلامية عن هذا الأمر ولمن المآل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبداية أحييك جناب الدكتور، وأحيي هذه القناة العملاقة قناة صلاح الدين، لأنها كثيرا ما ترفد الإنسان والمجتمع ببرامج طيبة فيها مصلحة الجميع، كما نحيي القائمين على هذه القناة، وخصوصا من يقوم بأعباء التسجيل والإدارة والإخراج، فبارك الله بكم جميعا. بالنسبة للنفس الإنسانية هي بنيان الله تبارك وتعالى، وإذا بنى الله أمرا واستحسنه ثم أراد أحدهم أن يطرأ على هذا البنيان فيهدمه، فإن الله تعالى لعنه من فوق سبع سماوات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من هدم بنيان الله، يعني ملعون من قتل الإنسان. والله تبارك وتعالى جعل القتل من أكبر الكبائر. الجريمة الأولى التي تقام في المجتمع هو الإشراك بالله عز وجل، وهذه جريمة فوق الكبائر، لكن الكبيرة الأولى هي قتل النفس. ولو أردنا استعراض هذه المسألة ونبحث في أول من قتل في البشرية، أول من قتل هو هابيل ابن آدم عليه السلام، والقصة معروفة أن قابيل وهابيل هم أخوة، وكانت سيدتنا حواء رضي الله عنها كانت تنجب في كل بطن ذكر وأنثى، سبحان الله، ولأجل التكاثر يتزوج الذكر من هذه البطن، يتزوج الأنثى من البطن الثاني، كانت تنجب توأم ذكر وأنثى. فالذي حصل أن قابيل معه أخت، وهابيل معه أخت، فأراد قابيل أن يتزوج أخته من بطنه لبطن واحدة اللي هي توأم معه، التي هي توأم. فهابيل قال لقابيل: نتزوج على سنة الله تعالى، أنا أتزوج أختك. كانت أخته أجمل من أخت هابيل، فأراد أن يستأثر بها. الأمر أصبح في وجود آدم عليه السلام، فما استطاع أحد أن يفعل شيء منكر، لكن الله عز وجل قال لآدم عليه السلام: إني بنيت لكم يا بني آدم بيتا ألا تزوره؟ قال: أزوره يا رب. أين هو؟ قال: هو في مكة المكرمة. فعند ذهابه إلى مكة آدم قال للسماوات: أؤمنك على أولادي؟ فقالت: لا أستطيع. سبحان الله. وقال للأرض: أؤمنك على أولادي؟ قالت: لا أستطيع. وقال للجبال: أؤمنك على أولادي؟ قالت: لا أستطيع. فأنزل الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها
قال لأخيه، طبعا قابيل هو الأكبر، فأراد أن يولي الكبير على شؤون العائلة، قال أوليك إذن أنت، فقال اذهب ولا تخف شيئا، اذهب مطمئنا. نعم اذهب مطمئنا. ذهب سيدنا آدم عليه السلام إلى مكة، فحدث هذا الحادث. أراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل فما قبل. بعدين قال له إذن ماذا نفعل؟ قال نقرب قربانا، فالذي يتقبل الله قربانه هو معه الحق. وكانت عادتهم، نعم هكذا، القرابين التي تقدم إذا أراد الله قبولها أحرقها، سبحان الله، وإذا لم يقبلها بقيت على حالها على حالها. نعم. فقدم قابيل كبشا وقدم هابيل حنطة، فتقبل الله تبارك وتعالى من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فهذا اشتاط غضبا. أولا ذاك يريد يأخذ أخته وما يقبل، ثانيا الله عز وجل فضحه فتقبل من أخيه ولم يتقبل منه، قال لأقتلنك. وهذه أول سنة سيئة حصلت في التاريخ. فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وكان هابيل أشد شكيمة وشوكة من قابيل، لكنه ما أراد أن يقتله لهذا الغرض. قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ألم تكن هذه تذكرة جناب الشيخ؟ نعم. يذكره، هو أراد أن ينصحه. نعم. ألا يقدم على هذه الفعلة. الفعلة. نعم. لكن انظر إلى القرآن الكريم كيف يصف حالة قابيل. الله أكبر. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه. طوعت، التطويع بمعنى أن هنالك ممانعة وطغيان على هذه الممانعة. يعني أنا أقول، ما أقول طوعت الحبل، الحبل بسهولة ألوي، لكن عندما أقول طوعت الحديدة إذن هنالك ممانعة حتى استطعت أن ألوي الحديد. فإذا كانت نفسه المطمئنة، نفس قابيل، تمنعه من أن يقع بهذا الفعل، ونفسه السيئة الأمارة بالسوء تأمره أن يقتل. فطوعت له نفسه السيئة قتل أخيه فقتله. من قتله رمى بالأرض واحتار به، تندم. هي المسألة بالنسبة للقاتل عند ثورة معينة، فورة في الدم، لو أنه كظمها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ما فعل، لكن هذا ما استعاذ، بعد الفعل تندم بعدين، بس بعد ما ينفع الندم، إلى أن بعث الله غراب وعلم كيف يدفن أخيه. المهم التعقيب على هذه الآية، رب العالمين إيش قال؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا قتل النفس يعدل قتل الناس جميعا؟ رب العالمين يريد أن يعلم الناس أن المسألة في القتل هي إزهاق نفس إنسانية خلقها الله عز وجل، ليست مسألة أقتل شخص، وإنما قتلت بنيان الله والتي هي الحياة في هذا الإنسان. إزهاق حياة فرد عند الله عز وجل كأنه أزهق الناس جميعا، وإحياؤها كأنما أحيا الناس جميعا. فكانت هذه القصة بمثابة رادع للبشرية في أن قبل أن يقدم على القتل أن يتوعى ويتوقع من هذه الجريمة. لذلك عندما جاء رجل إلى سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال ماذا تقول في القاتل؟ قال القاتل لا يغفر الله له. سبحان الله. فقيل له بعد أن راح هذا الشخص، قيل يا ابن عباس إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال هذا بعد ما قتل وهو ذا عازم على القتل، فكيف أقول له غير ذلك؟ يحذره، أي أن القتل لا يغفر الله، وهذا رأي كثير من العلماء. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه بيده وجرحه يشيح دما ويقول يا رب سله لما قتله. الله أكبر. وكما تفضلتم أنه من علامات الساعة
أنه عندما يقتل الرجل الرجل يقول لما قتلته وفيما قتلته، يعني لا يدري لما قتل. وهذه كارثة، وهي من علامات الساعة والتي نراها يعني في مجتمعنا، والأسف لهذا الفعل، لهذا الفعل الشنيع. هل يعتبر شيخنا بالنسبة للقاتل في حالة قتله وفي اللحظة التي يقتل فيها هو قد نزع الإيمان؟ نعم، حالة شروعي في القتل انتفى الإيمان عنه أبدا، لا يكون مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال على جريمة أقل من القتل بانتفاء الإيمان، فقال لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، فكيف بالقتل وهو هدم بنيان الله عز وجل؟ أكيد حالة شروعي في القتل وتسويل النفس له أن يقتل، نعم هذا لم يكن مؤمنا. ومسألة القتل لو أردت أن تنظر إلى فلسفتها في القرآن الكريم، رب العالمين فرق بين الموت والقتل فقال أفإن مات أو قتل، وأهل اللغة يقولون العطف يفيد المغايرة، فإذا الموت غير القتل. كيف؟ الموت خروج النفس من تلقاء نفسها، الله عز وجل شرع أن يقبض أجل هذه النفس فأخرجها. أما القتل فهو هدم البنيان، وهو إزهاقها وإخراجها. وبالمناسبة يجب أن نفرق بين الروح والنفس. شيخنا قبل ما نفرق بين الروح والنفس، ألم يكن في علم الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أن فلان يقتل فلان؟ نعم. كيف يكون هذا الحال؟ رب العالمين يكتب هذه الأمور لعلمه بها وليس لإجبار العبد أن يفعلها، يعني الله عز وجل يعلم أن فلان من الناس سيقتل وعلمه سابق، يعني إحنا نقول في علم العقائد علم الله تعالى ضروري، يعني مو مستحدث، وإنما علمه قائم به أزلي صفة من صفات الله عز وجل. فهو عندما خلق هذا الإنسان، عندما كتب هذا الإنسان وأوجد في قدرته أنه سيخلق في يوم كذا، علم أنه سيقدم على القتل فكتبها، يعني ما كتبها عليه إجبارا بفعلها، وإنما كتب هذا الأمر متى ليعلم أنه سيفعل. يعني أضرب لك مثلا، أضرب للمشاهدين مثلا، يعني لو أن شخص يشوف فيلم أو مسلسل أو أي شيء من هذا القبيل، خلنا نفترض شاف فيلم 10 مرات، الأحداث كلها ترتسم في دماغه، فمن تطلع المرة الأخرى ويشاف لقطة معينة يقول راح يحدث كذا، راح يحدث كذا، تمام ولا لا؟ ليش؟ لعلمه بما سيخرج. سبحان الله. هذا التفكير الشخص الذي ينظر إلى الفيلم، هل يغير في مجرى الفيلم؟ لا يغير، لأنه يعلم ما سيقع. سبحان الله. هل تفكيره يجبر هذا الشخص أن يفعل هذه الفعلة في هذه الفيلم؟ ما يجبر. رب العالمين طبعا الله عز وجل يضرب الأمثال ولا وجل عن الشبيه والنظير، رب العالمين خلق الإنسان والفيلم موجود عنده ويعلم أنه سيفعل كذا وكذا فكتبه. هذا حتى لا يتخذ القاتل هذه المسألة باكورة يتكئ عليها ويقول الله كتب لي أقتل. الله ما كتب لك تقتل، الله كتبك تقتل عندما علم أنك ستقتل وما أجبرك على القتل. حضرا جناب الشيخ، نعود إلى جنابك بعد هذا الفاصل الذي قد أدركنا سريعا، والكلام مع جنابك شيق، فجزاك الله ألف خير، فإن شاء الله بعد هذا الفاصل نعود إليكم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نتعرف فيه على هذه المعجزة النبوية المباركة، ثم نعود إليكم فلا تذهب عنا بعيدا. هيمنة الأمة الإسلامية على العالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد حدث هذا في أيام الصحابة الكرام رضي الله عنهم قبل نهاية القرن الهجري الأول، حيث سيطر المسلمون على قارات العالم منها آسيا وأفريقيا وأوروبا، وزالت
إمبراطوريتا الفرس والروم. أهلا بكم أحبتي، وهذه الحلقة المميزة عن مسألة القتل وحرمة دم المسلم مع جناب الأستاذ الدكتور الشيخ هاني السعدي. جناب الدكتور، القدر هو قد كتبه الله سبحانه وتعالى على المقتول وحتى على القاتل، وهنالك فرق ما بين النفس والروح، وجنابك قد تطرقت قبل قليل إلى مثل هكذا أمر. كيف نفرق نحن بين النفس والروح؟ فهل أن النفس هي أنفس أو الروح أرواح بالنسبة للكائن الحي؟ خلقة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تكون جسد، والجسد هو عبارة عن وعاء، هذا الوعاء يحوي الروح، والنفس داخل الروح. يعني ثلاث أمور عندنا، عندنا الجسد، يعني إذا عندي مصباح، الزجاجة هذا الجسد، الخيط مال اللي يشتعل بالإضاءة هذه هي النفس، الروح هي الكهرباء التي تأتي لتوقد هذه التي لا ترى، التي لا ترى، سبحان الله. فإذا عندي جسد أن الروح الله عز وجل فنفخت فيه من روحي، نفخ الروح، والنفس تكون داخل هذه الروح، لذلك الموت أو القتل يكون على النفس لا على الروح، سبحان الله. لأن الروح خلق من خلق الله لا تزهق. الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس وليس الروح، وليس الروح، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالقتل عبارة عن إزهاق هذه النفس، كل نفس ذائقة الموت، ما قال كل روح. أما الروح فهي إذا خرجت النفس ستخرج الروح معها، تتحرر، تتحرر. العرب في بداية الأمر أوجدوا قانونا للقاتل وهو أن يقتل، هذا قبل الإسلام، واجتمعوا لأن يجعلوا قاعدة يرتكزون عليها، فقالوا نريد فد عبارة بلاغية توضح لنا هذا المعنى، فاتفقوا. آخر شيء ما اتفق عليه بلغاء العرب قالوا القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. انظر إلى بلاغة القرآن في هذه المسألة، القرآن ماذا قال؟ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن في القصاص حياة، لو أردنا أن نبحر في بلاغة اللفظين لوجدنا بينهما فارق. المؤدى واحد، العرب شنو قصدهم؟ قصدهم شلون نحجب ونمنع القتل، أن نقتل القاتل، فقالوا القتل أنفى للقتل، يعني ينفي القتل. إذن كل قاتل يقتل؟ يقتل، نعم، هذا سنتعرض له، لكن بس هاي النقطة، نعم، العبارة، العبارة عندما قال الله عز وجل لكم في القصاص، في القصاص حياة، الفرق شنو؟ العرب حينما قالوا القتل أنفى للقتل، قتل ابتدائي وقتل ثانوي، ما فرقوا بينهم، اثنين نفس اللفظة، قتل قتل. فإذا تكررت العبارة ضاع المعنى، لكن القرآن الكريم قال القصاص حياة، القصاص متعلق بالقتل. فإذا العبارة البلاغية في القرآن كم هي أرقى وأعلى من قول العرب القتل أنفى القتل، فجعل الله تبارك وتعالى القاتل ينبغي أن يقتل. أما كيف يقتل؟ طبعا الآية اللي قبلها، قبل هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. التخفيف أين وقع؟ الله عز وجل حكم القاتل يقتل، من جدع أنفه جدعناه، ومن قتل عبده قتلناه. إذا أراد وصاحب الدم أن يعفو من باب التخفيف، من باب هذا تخفيف الله عز وجل، وإلا حكم الله صارم في القتل، القاتل يقتل لا محالة. لكن أراد الله أن يخفف، فقال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداء بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لذلك عندما جعل الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء
ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. كان منصورا. المقتول مظلوم بأي صيغة من الصيغ إلا بالحق. الحق شنو هو الحق؟ الحق ثلاث أمور كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول إلا في إحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. من بدل دينه. يعني لو أكو مجال نقدر نبحث ليش هاي. جناب الشيخ، احنا نريد يعني كلام سهل يوصل للمشاهد الكريم، خصوصا الآن احنا في زمن المسلم يقتل أخيه المسلم بدم بارد. فحينما يقول جنابك تخفيف رب العزة أن يعفو أهل المقتول عن القاتل بدية، وقد وضح القرآن هذه الدية، لكن إذا تحتم القتل من يقتل القاتل؟ أهل القاتل أم من؟ نعم، الآية التي ذكرناها آنفا وضحت المعنى تماما. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه. من الولي؟ ولي الدم الأب أولا، ثم الأخ، ثم الابن، ثم العم، على سلسلة الأقارب من الدرجة يعني الأولى، عصبة الرحم. زين، نفترض واحد ما عنده كل هذولي، من يكون وليه؟ السلطان هو وليه. لكن على الافتراض الأول أن له أب مثلا، الله عز وجل جعل لهذا الأب سلطان وقوة بحيث الدولة تقبض على القاتل وتمكن ولي الدم أن يقتل هذا الشخص، وحتى لو قتله بيده حتى يشفي ما في داخله. إذا فعلت الدولة هكذا، القاتل شو راح يسوي؟ المقتول، أكو فد عبارات نوبات بين في المجتمع، أنه عندما يقع الدم فعلا ويعرف القاتل يجيبون كفن، ويجي هو القاتل يحمل كفنه ومعه سكين، وهي بمصر أكثر شيء هم يتخذوها، يجون على العائلة صاحب الدم ويقول له: أبا هذا أنا قاتل، وهذا الكفن وهذا السكين، نعم تعال اذبحني. هاي الحالة شنو المغزى منها؟ هل أنه فورة الدم اللي هي شرعية شيخي؟ هي الحقيقة قتله، بس بأمر السلطان. حتى لا يصير قصاص، حتى لا يصير فوضى. اي يصير فوضى، هذا قتل هذا، يرد هذا يقتل، وهكذا الثأر اللي الإسلام قطعه. الدولة تقبض على القاتل وتمكن صاحب الدم أن تقتله. لكن اللي دا يصير أنه الدولة قبضت عليه، حكمته بالإعدام، هذا الحكم المفروض ما يتأخر. لماذا؟ حتى يهدأ المقتول، يعني صاحب الدم، ولي الدم. إذا استئناف وما أعرف شنو، هذا تعرف هذا يريد مماطلة. نعم، هذا اللي أصيب في نفسه وفي ولده، هذا يريد يشوف أن قاتل. نعم، فهذا الإبطاء في التنفيذ العمل يغري الناس أن يقدموا على نفس الفعلة. لذلك عندما الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة، يعني الله عز وجل يريد أن يقول: أنا أعصم حياة الإنسان بأن أقتل القاتل. المستشرقين ماذا قالوا؟ قالوا: هذا دينكم ما هو صحيح، إحنا عدنا بالغرب القاتل يسجن وتنتهي المشكلة، أنتوا خسرتوا إنسان في القتل، أنتوا راح تخسرون الله في قتل، ليش تخسرون اثنين؟ أخسروا واحد. يقولوا: ما هكذا في ساق الدستور، عندنا تشريع، عندنا قرار. نعم، هذا إحنا ليست العبرة أنه نقتل هذا وتنتهي، لا، العبرة: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أن يقتل هذا، من يشوف المجتمع عندما يرى بعينه أن القاتل قتل بسبب قتله، راح يضرب بريك 100 مرة قبل أن يقدم على فعلته هذه. فعليه رب العالمين أدرى، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، أدرى بأنه هذا القاتل لو سجن، لو برئ، سيجعل
وصياغة لبقية البشر أنه عندما يشوف مسألة في القتل يقدم عليها لأنه مأمن ما راح يصيب ما أصاب غيره. لذلك رب العالمين حكيم في أن جعل القاتل قصاصا له أن يقتل، يقاد ويقتل. إذن القاتل العمد يقتل. جناب الشيخ، بالنسبة للي يدعم إنسان ويموت أو يضرب طلقة على في الدابة أو على طير فإذا بها بإنسان وقتلته، القتل يسمى هنا قتل الخطأ. قتل الخطأ، فما هو حكم قتل الخطأ وماذا يفعل القاتل؟ نعم، هو في قتل العمد أكيد أنه قصاص إلا أن يعفو صاحب الدين. نعم. قاتل الخطأ لا يقتل. لا يقتل. نعم، وإنما يؤدي الدية. المشكلة الدية كم هي؟ هسه الناس تقعد فصل وتطلع الدية. دية الرجل المسلم هي 100 من الإبل، تمام؟ 100 ناقة. 100 ناقة. نعم. أو 1000 دينار ذهب. 1000 دينار يعني شقد؟ يعني 1000 مثقال من الذهب. 1000 مثقال، المثقال بيش الآن؟ مثقال يمكن طبعاً بدون صياغة، أجور صياغة، يمكن 220-230 تضربها في 1000 يطلع حوالي 220 مليون. 220 مليون. نعم. زين. الآن من اللي يقعد فصل يابا هاي ديتها 220 مليون، هذا يقول مليون لفلان وعشرة لفلان وعشرة للشيخ العشيرة نزلوا. هؤلاء آثمون؟ آثمون، لأنهم قد هدموا حكم الله. نعم نعم. دكتور، هذا الكلام هو ليس بالخطر، ولكن من باب التفهيم ومن باب التعليم ومن باب مشايخنا الكرام يذهبون للفصول، هو يسموه فصل بالعراق لكن هو الدية على كلام جنابك، وخصوصا عندما يفصلون القتل الخطأ. نعم. يقول لي 250 وهذا حق رب العزة. نعم. يقول 100 لفلان وخمسة لفلان وعشرة لفلتان وعشرة، هم آثمون وقد هدموا شرع الله سبحانه وتعالى، فمن باب النصح ومن باب الخدمة لهم أن هذا الأمر فيه إثم. نعم. وأصبحت هاي الأموال لأيتام ولا تقربوا مال اليتيم إلا نعم. بالتي هي أحسن. نعم. فقد هدموا شرع الله، فما لا توجه لهؤلاء الكرام نقول عليهم كرام؟ والله هؤلاء الكرام إذا قال عشرة الخاطري أقول لا، أنت حط العشرة من جيبك. من جيبك، لأن هاي مال اليتيم. ها مال اليتيم ومالتك. نعم. ولا مال أحد. عشرة الشيخ العشيرة، يا أبا الشيخ العشيرة جيب العشرة وحطها حتى لا يتقدمون على هاي المسألة. دكتور، هل هي جهالة منهم؟ أنا أظن هي مو جهالة، يعرفوها كل زين، لكن يريدون أن يخففوا من الدية، لكن حتى يذكرهم بخير في الدنيا. ممكن على هاي المسألة، لكن انظر أبعد من ذلك. الذي يريد أن يقتل مرة ثانية أو أي شخص آخر يريد أن يقتل ويشوف أن هاي الدية 250 مليون وما يقدر يوفيها، ما راح يقتل. الشيخ إذا دفع هاي الدية شو اللي يترتب عليه شرعا؟ صيام طبعا. هو أكيد هو يصوم شهرا متتابعة، يعني خارج نطاق الدية. نعم نعم نعم، شهرا متتابعة، وإذا أخل بيوم واحد يعيد من جديد، لو صام شهر ونص وأفطر وراها يوم يبدي من البداية. إذا كان مريض ما يقدر يصوم؟ المريض لا يكمل، لا يستأنف، يعني يصوم هل يقدر عليه؟ لا يصوم شهر مثلا، تمرض يفطر لكم يوم يرتاح يبدي يصوم يكمل. إذا ما قدر يصوم؟ إذا ما قدر راح يطعم 60 مسكين. يطعم 60 مسكين. نعم. إذا ما قدر يطعم يعني فقير. إيه؟ الله غفور رحيم، جزاكم الله خير. لذلك جناب الشيخ، حينما نعطي هذه الدية على القاتل الخطأ ثم صام أو أطعم أو أكسر، نعم، هل يخرج من هذا الإثم؟ نعم. الله عز وجل جعل الحدود تنفي الذنوب. نعم. ما دام هو هذا مو قاتل عمد. نعم. قاتل العمد غير. نحن نتكلم في قاتل الخطأ. قاتل الخطأ ما دام أدى الدية ما عليه إثم، لأنه أولا ما قتل متعمد، ثانيا أدى الدية المفروض عليه فبرئ ذمته من هذا القتل. نعم. لذلك إن شاء الله هو في مأمن عند رب العزة. نعم.
عذرا جناب الشيخ، هم جانا فاصل، إن شاء الله بعد الفاصل نتواصل وإياكم هذه الحلقة الشيقة والمفيدة إن شاء الله أعزائي المشاهدين، سيرة لأحد الصحابة الكرام نتعرف عليها من خلال هذه الدقيقة ونصف أو دقيقتين، فلا تذهبوا عنا بعيدا. عدي بن حاتم الطائي هو ابن حاتم الطائي الذي كان يضرب به المثل في الجود والكرم، وقد كان أبوه من أجود وأكرم العرب. تولى عدي رئاسة قومه قبيلة الطي بعد وفاة أبيه في أرض الجبلين، وهي منطقة حائل حاليا. كان نصرانيا ثم أسلم، وهو من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان عدي بن حاتم الطائي رجلا جسيما، شهد واقعة الجمل وفيها ذهبت إحدى عينيه، وشهد وقعة صفين فذهبت فيها الأخرى، ويبدو أن ذهاب العين لم يكن كاملا، لأن عديا اشترك في معركة النهروان وعاصر ما بعدها من الأحداث. إن عدي بن حاتم كان من ألد أعداء الإسلام، إلا أنه وبعد إسلام أخته سفانة وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، وكانت وفادته لاستكشاف أمر هذا الرسول الجديد، ولم يكن في نيته أن يسلم. ولما وصل المدينة قابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسجده، ولاحظ أنه لا يدعي بالملك أو الزعيم، فعرف أن الرسول لا يسعى للملك أو الزعامة، فأخذه إلى بيته، وهناك حادثه في أمر الإسلام، وكان مما قال له: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله لا توشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت، لا تخاف إلا الله. ولعله يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم فهم ضعاف، والله لتوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى قد صارت إليهم. راوح المؤرخون في تحديد وفاة عدي بن حاتم في الكوفة بين 4 سنين، من 66 إلى 69 هجرية رضي الله عنه وأرضاه. أهلا بكم أحبتي من جديد، وهذه الحلقة المميزة مع الشيخ خان السعدي عن حرمة دم المسلم. جناب الشيخ، سيدنا خالد حينما ذهب لكي يقاتل الناس ليأتي بهم إلى الإسلام، فتنصروا وأعلنوا يعني الإلحاد ولن يأتوا إلى الإسلام، قاتلهم ثم أسر منهم، فأوصى للذين معه اقتلوا أساراكم، فقال سيدنا عبد الله بن عمر: والله لا أقتل أسراي. ثم قتلهم خالد اللي هم أسرهم، فأدوا الشهادة. فجئ إلى المصطفى صلى الله تعالى وسلم فقال سيدنا عبد الله بن عمر: يا رسول الله، فعل خالد كذا وكذا، وهم قالوا يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، أو قالوا لا إله إلا الله لكي يحموا أنفسهم من ضربات سيوف سيدنا خالد. فقال مصطفى: إني لأبرأ إلى الله ما فعل خالد. وإسامة حينما شهر سيفه بذلك اللي قاتله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، ثم قتله سيدنا إسامة. فحينما وصل الخبر لمصطفى عليه الصلاة والسلام قال: فتان أنت يا، قال: يا ليتني لم أكن قد دخلت الإسلام في حينها، أو كما قال، أو كما جاء عن مصطفى العدنان صلى الله تعالى عليه وسلم. جنابك قبل قليل فصلت لنا يعني هذه الأمور بالنسبة للقتل، فماذا تقول عن المسلم الذي يقتل عشوائي ويقتل حتى الكافر إذا قال لا إله إلا الله بوجهه؟ فهل هذه جهالة أم هل هذا دين أم هل هذا إيمان؟ فماذا توجه جناب الشيخ؟ حقيقة بالنسبة لسيدنا خالد رضي الله عنه،
هذه الرواية أنا اللي أعرفها برواية بشكل ثاني. نعم. أن سيدنا خالد قال دفئوا أسراكم. دفئوا في اللغة تعني القتل وتعني الدفي يعني الاهتمام. اهتمام بهم من البرد. بطانية من البرد. نعم. نعم. ففهموها اقتلوا أسراكم. سبحان الله. وإلا خالد لا يقول اقتلوا أسراكم. المسألة الثانية مع سيدنا أسامة هذه نعم. واحد من المشركين كان يعني يقاتل وكان شديد البأس بالمسلمين. نعم. نعم. وأعياه في القتال إلى أن تمكن منه فوقع من فرسه وشهر السيف عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم. فضربه. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من بريق السيف. رد عليه أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها لينجو من الموت. قال وهل شققت عن قلبه فرأيته قد قالها بهذا السبب؟ يقول أسامة ظل يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه أقتلته بعد أن أين تذهب مع لا إله إلا الله, الله أكبر. ماذا تقول للا إله إلا الله؟ ستتحاججه يوم القيامة. نعم 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 نعم. آخر شيء أسامة ماذا قال؟ أسامة أبلى بلاء حسنا في الإسلام. قال والله وددت أني لم أسلم إلا تلك الساعة لشدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. نعم. وكانوا يسمونه الحب ابن الحب لكثرة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام ما يداهن أحد لتشريع أحكام. هذا شرع. هذا هذا شرع. فأراد أن يعلمنا أن من قال لا إله إلا الله عصم دينه وماله وعرضه منه مهما كانت أفعاله. ظلت اللي الله عز وجل أحل قتلهم وهم الثلاث. نعم. أول شيء الثيب الزاني. نعم. الزنا جريمة وقد يخفف العقوبة عن الشاب الزاني أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. لكن الذي عنده امرأة على أساس محصن. نعم. فهذه جريمة مع جريمة. أول الجريمة الأولى هي الزنا. نعم. الجريمة الثانية خان أهله. الجريمة الثالثة وضع ماءه في غير حلال فقد ينجب بها نفس إنسانية وتضيع هذه النفس. لذلك وجب القتل. وجب قتل. نعم. الثاني التارك لدينه المفارق للجماعة. المستشرقين إيش قالوا؟ قالوا الله يقول لا إكراه في الدين. ويرد يقول المفارق دينه تقتله. شو التناقض هذا؟ نقول له لا أنت افهم العبارة تمام. نعم. الله عز وجل عندما قال لا إكراه في الدين إنسان كافر اترك على كفره تدعوه يسلم ما يسلم عفوا. إذن هاي بخصوص الكفار خصوصا. لا يقول يعني يقول ليش تقول على لا إكراه في الدين. لا. نعم. لا إكراه في الدين. بالعكس هذا المرتد يقتل هذا أن الإسلام له شوكة وحمية وقوة. إحنا ما نريد المشرك يدخل بالإسلام ويسوي علينا منية. نقول للمشرك أو للكافر هذا دين عظيم تدخل به بس دير بالك إذا دخلت وطلعت تقتل. هي قدام نفهم هذه العبارة. إن المرتد عن دينه هذا صار مرتد. ليش؟ هذا يحمي الإسلام. هذا من دخل في الإسلام والناس عرفوا ثم ارتد الردة مو عليه هو فقط راح يكون سمعة سيئة للإسلام. تصدع راح يصير تصدع في جدار الإسلام. فلذلك حماية للإسلام يقتل بها. وقاتل النفس كما أوردنا آنفا يجب أن يقتل لأنه قتل نفسا إنسانية بغير حق وبغير رضا. يعني الله عز وجل أمر أن يحمي هذه النفس فهو أعابها. التعبير القرآني ولا تقتلوا النفس التي حرم جاء بصيغة الأمر ثم أفرد المقتول. يعني كان العبارة يجب مفروض أن تقال ولا تقتلوا النفوس التي حرم الله. لكن لماذا أفرد المقتول وجعل الفعل من جماعة ولا تقتلوا؟ العبارة تريد أن تقول لنا أن حماية النفس الإنسانية
من مسؤولية الجماعة، مسؤولية المجتمع كله. المجتمع يعني الدولة يجب أن تحمي هذه النفس الإنسانية، فإذا ما قتلت فإنما يكون الإثم على كل من يتولى هذه المسألة. يعني لماذا نقول حامي البلد فلان، يعني الدولة حامية البلد، إذا قتل معناها فرطوا في هذه الحماية، فمسألة القتل مسؤوليتها تقع بالدرجة الأولى على القاتل، ثم تنتقل هذه المسؤولية إلى الدولة الحامية لهذا المسلم. فلذلك قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف. هاي أيضا يجب أن نتعرف عليها، فلا يسرف في القتل. السلطان يمكن صاحب الدم أن يقتل قاتله وليه، هذا القتلة فلا يسرف. شنو يعني نوبات واحد كما حصل سابقا، المقتول رجل معروف في قومه، شيخ عشيرة أو وجه من الوجوه، والقاتل رجل صعلوك. فشي يقول هذا؟ يقول شنو يقتل هذا الصعلوك شيخ عشيرتي؟ لا أنا أريد ويا خمسة أو ويا اثنين. إذن هنا الحكم، هذا إسراف في القتل. لا، الله عز وجل قال لك اقتل القاتل فقط، وأنت ما أقول ومنع أن يقتل الآخر، لأنه هذا ما مسوي شيء. نعم. ثانيا القراءة الثانية قراءة حمزة، مو ولا يسرف في القتل، ولا تسرف في القتل بالنسبة للقاتل. نعم. تسرف منه؟ تسرف أنت يا سلطان. يعني التوجيه عدل عن صاحب الدم إلى السلطان. إذا أردت أن تقتل مو تقتل بالواحد خمسة وستة، فقط اللي تقتل المعني شخص واحد. ليش؟ لأن الإسراف في القتل هو ظلم، حالة ذميمة. نعم، هذا ما مسوي شيء، ليش قتلته؟ يعني كون أخو فلان أو عم فلان أو هذا المقتول شريف والقاتل غير شريف، أقتل الشريف بالشريف؟ لا، الذي سببه هو الذي عذرا جناب الشيخ، لهدم الكعبة وفي رواية لهدم البيت. نعم. أهون عند الله من قتل امرئ مسلم أو كما جاء في الحديث، يعني حتى بحديث اللي روي سيدنا الإمام علي قل حج البيت. نعم. قبل أن يهدم لقد أو يرفع، لقد هدم مرتين وسيرفع في الثالثة، كأني أرى رجل أصلع أصمع أفحج دقيق الساقين يهدم بالبيت لبنة لبنة. إذا هدم البيت أهون عند الله من قتل امرئ مسلم أو رجل مسلم أو مسلم. والآن الاقتتال ما بين المسلمين، ناس تقتل ناس، جماعات تقتل جماعات، إذا كانت هكذا هي الحرمة، فإذا القاتل قتل هل في قتله توبة له؟ العفو دكتور، يعني بالنسبة لحرمة المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تفضلت جعل المقارنة بين البيت الكعبة. نعم. الكعبة التي بنيت، طبعا الكعبة ما بناها إنسان، وإنما الإنسان رفع القواعد. إن أول بيت وضع للناس، وبناء الفعل لما لم يسمى فاعله، بمعنى أن فاعل البناء هو ليس الإنسان، الله عز وجل وضع القواعد ثم أمر سيدنا إبراهيم برفع القواعد، هذا الأمر رباني. نعم. نعم. هذا البناء مقدس. نعم. وهذا التقديس لهذا البيت، يعني العالم الإسلامي كله بصلاته يتجه إلى القبيلة. نعم. كم هو معظم، وحضراتكم والناس رايحة وشايفة كيف الناس تتدافع حتى تمس الحجر. نعم. أو تقبل الحجر الذي هو يمين الله في الأرض. نعم. هذا إذا هدم أدى الله عز وجل أهون من أن يقتل إنسان مسلم أو أن تراق دم. يراق دمه. السبب أولا البيت إذا هدم على قدسيته يعاد بناؤه. الإنسان إذا هدم لا يرجع إعادة بنيانه. ثانيا التبعات التي تحصل بهدم الكعبة ممكن إعادتها، لكن المقتول مو هو انقتل وانتهت المشكلة، وكل نمارين هاي المسألة. إذا انقتل شخص من هذه العائلة، العائلة كلها تسبى، أولاده يتيتمون، زوجته ترمل، اللي كان يقوم على خدمتهم ورعايتهم راح، أمه وأبوه يؤذون، أمه يتأذون، أبوه
كل العائلة، العائلة العائلة بكل أصنافها. حتى على المقابلة، حتى على المقابلة راح يرتاحون ما راح يرتاحون. نعم. على أعصابهم متديرون. نعم. 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 حتى الأصدقاء. حتى كم عائلة وكم إنسان. إذن خراب. وكم خراب. القتل خراب، هو هدم نفس إنسانية واحدة. لكن التبعات المترتبة على هذا الفعل يعني أعاث في الأرض فسادا. هل يدري، هل يعلم أنه بقتله لهذه النفس الإنسانية ماذا سيصير بعد هذا الشيء؟ يعني هو هل من السهولة أن يتربى أولاده وأطفاله بغير أب؟ وخلي يجعل نفسه بمكان هذا المقتول. زحمة صعبة. نعم نعم. فلكن فإذا الذي يقدم على هذه الفعلة عليه أن يتروى ويشوف أنه كل شيء يوم القيامة يغفر إلا القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في سعة من الأمر ما لم يصب دما حراما. كل شيء يوم القيامة رب العالمين أرحم الراحمين إلا القتل. لا حول ولا قوة. القتل لا يتجاوز الله عنه لأنه أهلك والحرث والنسل. وأول حساب هو على القتول. أول شيء هذا الشيخ ويأتي هو القائل المقتول أو القاتل إذا قتل يكفر عنه؟ إذا قتل نعم. نعم. يكفر عن ذنبه، لكن هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي القاتل يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا إذا لم يقتل. سبحان الله. يكتب على بين عينيه آيس من رحمة الله. إذن خالدين فيها إنه والعياذ بالله. يعني مشكلة عويصة أنه خسر الدنيا والآخرة. هو من يقتل ليش يقتل؟ يعني يجوز هذا الشخص اللي يريد يقتله مأثر عليه في حياته مثلا، في رزقه، لكنه ما يفكر أن الرزق والحياة والموت كلها بيد الله عز وجل، وهذا الشخص ما يأثر على حياتك ولا على رزقك إطلاقا. وبالعكس إذا النفس الخبيثة هي اللي والشيطان. نعم. كما قال على ابن آدم، يعني الذي تسول له نفسه قتل أخيه ليعلم أنه جبان، ولو كان شجاعا لواجه المقتول ولا تناقش وتناظر على المسألة التي قتلهم من أجلها لحلت المشاكل. نعم. يعني هو يجي للقتل يقول لك هذا أسهل طريقة. بالعكس، هذا لو كان شجاعا وذو حصافة لذهب إلى الشخص وتناقش وياه، قد تحل المسائل بدون قتل. أما هذا الذي يقتل من غير أن يشعر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما قتلته؟ فهذا خارج الطاقة الإنسانية. هذا مو إنسان. هذا أبدا مو إنسان، تنصل من إنسانيته. نعم. عذرا جناب الشيخ، لم يبقى لدينا إلا دقيقة ونص. دخلت امرأة جهنم في هرة، ماذا تقول للذين يقتلون البهائم من غير سبب، وماذا توجه وماذا تنصح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما معنى، أنا حقيقة ما أحفظ بالمعنى. نعم. بالمعنى: من قتل فوق العصفور، يعني العصفور يحاسبك الله عليه. الله. ما فوق العصفور الله عز وجل يقاضيه عليه يوم القيامة. أنت ليش قتلت؟ أكو ناس يعني تتوندس بالصيد، إذا قتلت صيد وأكلت هذا لا بس، لكن تقتل تشوف. والله ما أعتقد أكو نفس سوية ترى القتل استجمام. هذا إلا اللي في قلبه مرض. ويعني احنا نوبات من بالسياره تضرب لك بزونه او حمامه، والله تتاسف. نعم. وتبقى ايام تدورها في نفسك. يعالجها الاستغفار. نعم، الاستغفار يعالجها. قتل الخطا لهذه البهائم الله عز وجل محاه عنا، لكن قتلها عمدا لا، الله يحاسبك. جنابك حددت العصفور، لكن هنالك اناس يسالون نمل دود في البيت. نعم. وكثير من الحشرات الاخرى، دبابير وفراش وكثير من هاي الأمور يقتلوها بالجملة ملايين بها، عليهم مؤاخذة؟ لا، المضر لا مؤاخذة عليه. لكن رأي الشافعي رحمهم الله يقول قتل النمل غير جائز إطلاقا. الله أكبر. لأن النمل ذكر في القرآن. احنا نبتغي الفائدة للمشاهد. ايه؟ قتل النمل غير جائز عند الأئمة الشافعية. نعم. لأنه إلا إذا طبعا آذاك أو فعل شيء هذا يجوز، أما قتله بدون أذية لا يجوز، لأنه النمل
من جنود سليمان عليه السلام. قالت نملة. نعم. تكلمت. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا يحتمل. لا يحتمل. سليمان تبسم من قبلها. الله. وفهم ماذا تقول. وفهم. وسمع ما قالت. نعم. اختمنا جلال الشيخ الحلقة بدعاء. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بدعاء الملحين، ولا تختلط عليه المسائل، أذقنا اللهم برد عفوك وحلاوة مغفرتك. اللهم تب علينا توبة نصوحا، طهرنا بها جسدا وقلبا وروحا. اللهم أحسن دماءنا ودماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ولا تجعل لعدونا وعدوك علينا سبيلا. اللهم ارفع مقتك عن العراق والعراقيين يا الله. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تجعل كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم. اللهم من أراد بنا أو بديارنا أو بالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا أو بديارنا أو بالمسلمين سوءا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. ارمي اللهم كيده في نحره، ونحره في كيده، حتى ينحر نفسه بيده، وادفع عنا السوء بما شئت وكيف شئت مولانا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله خير جناب الشيخ، أمد الله تعالى في عمرك بخدمة هذا الدين المبارك والأمة المحمدية الكريمة، وفقك الله وأيدك الله وسدد خطاك وجزاك الله خير الجزاء. لم يبقى لدينا أيها الأحبة إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلي يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.